السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولكن قبل بدايته نبدأ الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. على افضل الصلاه والسلام صحفتكم لجميع الامه الاسلاميه وخاصه الجمهور الجزائري والشعب الجزائري داخل وخارج الوطن. نقول لكم صحفتكم وان شاء الله تستمتعوا معنا في هذه الامسيه. في هذا الفيديو راح نشارك معكم اعزائي الكرام اخر اخبار محترفينا والمنتخب الوطني الجزائري. فاذا كنتم تشاهدونا للمره الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. نبدأ أعزائي الكرام بالخبر الأول واللي يتعلق بالمنتخب الوطني الجزائري والمباريات القادمة الخاصة بهذا المنتخب. كما يعلم الجميع، المنتخب الوطني الجزائري تأهل بشكل مبكر إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024 بالكوت ديفوار بالعلامة الكاملة ب 12 نقطة، وما زال باقي لنا مباراتان أعزائي الكرام، وهي مباراتين رسميتين أمام أوغندا وتنزانيا، ولكن المنتخب الوطني الجزائري سيخوضها بطابع ودي بحكم أن المنتخب الوطني الجزائري ديجا كاليفي يعني لكأس أمم أفريقيا سنة 2024 بالكوت ديفوار. وطبعا المباراة القادمة التي ستكون أمام أوغندا أعزائي الكرام، من المتوقع حسب مصادر كثيرة جدا أن هذه المباراة سيتم نقلها يعني من الملاعب الأوغندية إلى الملاعب المصرية، وبالضبط في ملعب الإسماعيلية أعزائي الكرام، لأجل خوض هذه المباراة الرسمية المتبقية للمنتخب الوطني الجزائري من ضمن التصفيات المؤهلة لنهائية كأس أمم أفريقيا. وطبعا هذه المباراة سيتم نقلها إلى الأراضي المصرية وإلى ملاعب خارج أوغندا بحكم أن أوغندا ما عندهاش ملاعب يعني تستوفى على المعايير الدولية الخاصة بالكاف بما نقدروا نلعبوا فيها مباراة، بالضبط مثل ما حدث مع منتخب النيجر اللي استقبل المنتخب الوطني الجزائري في الأراضي التونسية، لأنه ملعب سيني كونيتشي أعزائي الكرام لم يكن جيدا ولا تستوفي فيه يعني المعايير الدولية بها نلعبوا فيه مباراة رسمية. فلهذا المصادر أكدت لنا بلي أن المباراة سيتم نقلها إلى الأراضي المصرية. طبعا إذا كان هذا الخبر صحيح بطبيعة الحال فستكون يعني نقطة إيجابية كبيرة للمنتخب الوطني الجزائري، لأن المنتخب الوطني الجزائري إذا راح يسافر إلى الأراضي المصرية راح يبرمج مباراة مع منتخب عملاق في القارة السمراء من ناحية التاريخ ومن ناحية الألقاب يعني القارية، وهي كأس أمم إفريقيا، وهو منتخب مصر بطبيعة الحال. لأنه اليوم وذلك بشكل رسمي أكدت لنا مصادر موثوقة محلية أن الفاف ستتواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم لبرمجة مباراة ودية مع منتخب مصر في القاهرة في حال ما إذا برمجت الكاف لقاء أوغندا أمام الجزائر في مصر شهر جوان المقبل بسبب عدم تأهيل الملاعب الأوغندية. فحاليا بان قدروا نلعبوا هذه المباراة أمام المنتخب المصري واللي هي بالنسبة لي مباراة ودية ممتازة كاستعداد للمنتخب الوطني الجزائري لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا. هذه المباراة يعني ممتازة، فيعني بها نبرمجوا هذه المباراة الودية تنحصر حسب هذه المصادر يعني عند الكاف إذا قررت يعني برمجة مباراة الجزائر وأوغندا في الملاعب المصرية، ولكن إذا تم برمجتها خارج يعني الملاعب المصرية فمن الأرجح أن المنتخب الوطني الجزائري يعني سيلاقي منتخبا آخر، منتخب جنوب إفريقيا مثل ما أكدت لنا العديد من المصادر، الذي هو مرشح من أجل أن يلعب أمام المنتخب الوطني الجزائري وديا في ملعب عنابة الجديد. ولكن أنا ماذا بي الكاف أنها تقبل طلب يعني الاتحاد الأوغندي لكرة القدم لأجل إقامة مباراة الجزائر وأوغندا في الملاعب المصرية لكي نبرمج احنا كمنتخب جزائري مباراة أمام منتخب مصر الذي هو عنده خبرة كبيرة جدا أعزائي الكرام في القارة السمراء، وستكون يعني مباراة استعدادية تحضيرية للمنتخب الوطني الجزائري بشكل رهيب جدا أمام هذا المنتخب العملاق في القارة السمراء وهو منتخب مصر، وستكون مباراة فريدة من نوعها للشعبي الجزائري الذي عندهم أخوة كبيرة جدا بين الشعب الجزائري وكذلك الشعب المصري. فنتمنى أعزائي الكرام أن هذه المباراة ستتم في نهاية المطاف بين المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب المصري، خاصة أن منتخب مصر والمنتخب الجزائري عندهم لاعبين يلعبون في كبار الأندية، ماذا بينا نشوفوا مباراة يعني أمام هذين المنتخبين. فأنتم خبرونا رأيكم في صندوق التعليقات أعزائي الكرام، ماذا تتوقعون؟ هل تتمنوا يعني مباراة أمام منتخب مصر أم أمام منتخب آخر على سبيل المثال جنوب إفريقيا؟ وطبعا يعني ما راحش تكون هذه المباراة الأولى والأخيرة للمنتخب الوطني الجزائري الودية، بل أنه راح تكون هنالك مباريات في قادم المواعيد، لأنه أيام الفيفا دا يعني متبقية في أيام يعني مقبلة، والمنتخب الوطني الجزائري سيبرمج عدد أكبر من المباريات الودية. بالنسبة للخبر الموالي، يوسف بلايلي يثير ضجة كبيرة جدا في فرنسا مجددا، لأن حسب هذا المصدر أكد لنا قائلا أن اللاعب حاليا متواجد بولاية وهران ولم يعد لناديه بعد تربص الخضر، واللاعب متذمر من مسؤولي أجاكسيو، ولذلك قرر مقاطعة مباراة اليوم ضد نادي كليرمونت، والنادي الفرنسي لا يريد لحد الآن إعطاء أهمية كبيرة لغياب يوسف بلايلي وخلق قضية، وينتظر عودته في الساعات القادمة. ف
فللأسف الشديد دائما هذا اللاعب نسمع عليه مشاكل مع الفرق التي يلعب معها بعد كل تربص تقريبا للمنتخب الوطني الجزائري ويعود إلى ناديه ألا وهو الأندية الفرنسية ولا الأندية القطرية اللي كان يلعب معها سابقا. أنا أتمنى صراحة يعني أن المياه تعود إلى مجاريها، لأنه هذا اللاعب يعني وأخيرا قلنا أنه يعني وجد نادي يحتضن هذه الموهبة وأيضا يعني راح يبقى معاهم لمدة طويلة جدا، ولكن للأسف الشديد هذا الخبر وهذه المسألة عملت ضجة مجددا يعني في الصحافة الفرنسية في ملف هذا اللاعب مجددا. على كل حال إذا راح تكون هنالك تطورات جديدة راح نشاركها معكم في قادم المواعيد. بالنسبة للخبر الموالي، ليلة أمس سمعنا بخبر غريب عجيب جدا أعزائي الكرام بخصوص استبعاد جوان حجام عن قائمة نادي نانت الفرنسي ضد نادي ريمس بالدوري الفرنسي. مدرب نادي نانت طلب من لاعبيه المسلمين عدم الصيام في المباراة أو استبعادهم من المباراة وذلك بشكل رسمي، يعني تهديد. يا ما تصومش وتلعب كلاعب أساسي وتكون في القائمة، وإذا تصوم ما راحش تلعب. حجام تمسك بقراره ألا وهو الصوم في هذه المباراة وللأسف الشديد لم يلعب وكان خارج القائمة. من بعدها مدرب نادي نانت الفرنسي لعب اليوم بلاعبين غير صائمين وخسر على أرضه بثلاثية نظيفة ضد نادي ريمس وأبعد جوان حجام في المباراة لأن حسب قوله أن الصيام يؤثر على مستوى اللاعبين. ياك لعبت بلاعبين فاطرين، كان بعض اللاعبين المسلمين قبلوا قرارات المدرب لعبوا لاعبين مسلمين ولاعبين آخرين كامل فاطرين على الذاكرة وخسرت بثلاثية نظيفة، فقد انتجاتك يعني غير جوان حجام اللي أراد الصيام في هذه المباراة، ولو كان لعب وهو صائم على الذاكرة لكان قدم ممكن مستوى كبير جدا في هذه المباراة وتتفاداه هذه الفضيحة. ولكن انا ما لومش مدرب يعني نادي نانت الفرنسي لانه الاوامر جت من الاعلى من الاتحاد الفرنسي لكره القدم اللي منع يعني المدربين والحكام وكل شيء على الذاكره باه ما يسمحوش المسلمين باه يصوموا في شهر رمضان للاسف الشديد. يعني اتحاد قذر، اتحاد كره القدم الفرنسي قذر بأتم الكلمه. وطبعا مدرب نادي نانت الفرنسي اليوم صرح قائلا هنالك 6 لاعبين مسلمين يصومون رمضان بالفريق وجميعهم وافقوا على القانون الذي فرضته او فرضته بالافطار يوم المباراة ما عدا جوان حجام، انا احترم قراره وبكل تاكيد هو غير معاقب. صراحة جوان حجام كسب يعني قلوب جميع الجماهير الجزائرية بهذا القرار، صراحة هذا موقف مشرف ونفتخر به صراحة نحن كمسلمين في هذا الشهر الفضيل، يعني مش مباراة واحدة تخسر لك يعني الدين نتاعك او تخسر لك شهر رمضان. الدين يبقى دين ولا يجب المساس في الدين عزيزي الكرام، ونحييو هذا اللاعب على هذا يعني النقطة التي فعلها مع نادي نانت الفرنسي. وطبعا الذاكره خبر استبعاد جوان حجام عن الفريق عمل ضجه في فرنسا بموقفه المشرف، وطبعا هذا الموقف من جوان حجام سيدعم لاعبي منتخب فرنسا للامال الذين لحد الان ما زالوا متمسكين بمنتخب فرنسا، يعني سيدفعهم للحدو مثله ومقاطعه مباريات المنتخب الفرنسي الذي يفرض على اللاعبين عدم الصيام في شهر رمضان والذهاب يعني الى المنتخب الوطني الجزائري. فهذه النقطه عجبتني في هذا اللاعب بشكل كبير جدا لانها ستساهم في هذوك اللاعبين اللي راهم فارضين عليهم بما يصوموش رمضان وهم لاعبين فرانكو جزائريين وايضا مسلمين، يعني راح يخليوهم يختاروا المنتخب الوطني الجزائري، وهذا الموقف يعني الخاص بهذا اللاعب سيساعد هذوك اللاعبين لكي يحذوا مثله. حسب موقع وست فرانس اكد لنا قائلا ان الدولي الجزائري جوان حجام وافق على الافطار فقط في المباريات خارج الارض بسبب السفر وهذا ما ينص عليه الدين الاسلامي، يعني بيتحصل على رخصه من اجل الافطار اذا كان على سفر، بينما رفض ذلك عند اللاعب داخل الارض عكس بقيه اللاعبين المسلمين بالفريق الذين وافقوا على الافطار. يعني اذا راح يكون يلعب مباراه خارج الديار وسفريه بطبيعه الحال عنده رخصه الافطار، هذا الدين الاسلامي تاعنا يعني اعطانا هذه الرخص، ولكن باه تلعب في الديار وتفطر لا ما عندكش الحق. كذلك ادم الناس للاسف الشديد في خبر مغاير دخل اساسي اليوم وعاد من الاصابه وللاسف الشديد تعرض لاصابه مجددا، لاعب غير محظوظ للاسف الشديد، عاد كي عاد من الاصابه تعرض لاصابه شديده، اتمنى له الشفاء العاجل يا زيزي الكرام في اقرب الاجل لانه قطعه مهمه في المنتخب الوطني الجزائري وغيابه مؤخرا يعني اثر نوعا ما، لانه انا واحد من الناس كنت مدى بيا يكون هذا اللاعب في تشكيله المنتخب الوطني الجزائري لانه اشتقنا الى هذا اللاعب اولا غاب كثير عن المنتخب الوطني الجزائري، وهذا اللاعب ومثل موهبة يعني ادم الناس ماذا بينا تكون دائما حاضرة في المنتخب الوطني الجزائري. لعنة الإصابات متكررة على هذا اللاعب، نتمنى له الشفاء العاجل. بالنسبة للجمهور الفرنسي اليوم يعني دار حاجة مشرفة في المدرجات كما تشاهدون، صرحوا قائلين حبة تمر وكأس ماء
كابوس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. هذا ما جاء في مدرجات ملعب حديقة الأمراء بارك دي برانس قبل مباراة باريس سان جيرمان أمام نادي أولمبيك ليون. صراحة يعني هذا الموقف مشرف من الجمهور اللي رفع هذا اللافتة صراحة، حبة تمر وكأس من الماء كابوس في عين الاتحاد يعني الفرنسي. وطبعا لاعبي المنتخب الوطني الجزائري وحتى كريم بنزيما عزيزي الكرام اليوم رد على الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بما أنه يعني منتخب فرنسا كان عنده مشكل مع كريم بنزيما. كريم بنزيما اليوم دخل صائم عزيزي الكرام في المباراة جمعة بين ريال مدريد وبلد الوالد عزيزي الكرام، مسجل هاتريك في 7 دقائق، هاتريك قياسي وهو صائم. هذا أقوى رد على الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الذي منع اللاعبين المسلمين باه يعني ما يصوموش، وأيضا منعوا الحكام باه ما يديروش هذيك الدقيقة وقت مستقطع باه ما يخليوش اللاعبين المسلمين يكسروا الصيام نتاعهم أثناء المباريات. جاهم رد قاسي جدا، يعني ماشي شرط اني ما نصومش به ما نتألقش، قادر نصوم ونتألق لك بشكل كبير جدا. هذا ما كان رد كريم بنزيما اليوم. نفس الشيء عود الى رياض محرز ليلة امس اللي كان لعب كلاعب صائم اعزائي الكرام وقدم مستوى كبير وقدم اسيست، وبذلك الاسيست حطم الرقم القياسي الافريقي الخاص بديدي دروغبا. فما شاء الله على هؤلاء اللاعبين اللي متمسكين بالمبادئ نتاعهم وبالدين نتاعهم واللي يردوا على الاعلام، وكذلك الاتحاد الفرنسي لكرة القدم القذر الذي يعني فرض على اللاعبين المسلمين بهم يصوموش وايضا بهم يكسروش الصيام نتاعهم إذا كان يعني أدى المغرب متزامن مع يعني المباريات. رد قوي جدا أعزائي الكرام، وطبعا هذه النقاط كلها ستساهم في يعني دفع لاعبي مزدوجي الجنسية اللي ما زالوا حاليا مع المنتخب الفرنسي يجيوا للمنتخب الوطني الجزائري، لأنه عندك هنا في المنتخب الوطني الجزائري بالماضي بصراحة العبارة قلب، لأنه اللاعبين مادام رانا ماشيين في سفرية هم أحرار يلعبوا صايمين يلعبوا فاطرين، عندنا الرخصة بالماضي ما سيف حتى وعلى لاعب أعزائي الكرام انت ويعني والضمير نتاعك وانت وروحك. يعني اذا تلعب صائم العب صائم ما نقولكش، وراك في القائمه الاساسيه وفي التشكيله الاساسيه ما راكش حاب تلعب صائم نورمال عندك الرخصه. يعني شوف المعامله الزاكره. ورومين مولينا اكد بصريح العباره انه هذه الفضيحه التي حدثت في الاتحاد الفرنسي لكره القدم مؤخرا ستدفع لاعبي مزدوجي الجنسيه الذين هم عندهم اصول جزائريه بالاخص باه يرفضوا منتخب فرنسا ويجيو للمنتخب الوطني الجزائري. بالنسبة للخبر الموالي الفيفا أشاد بهدافي المنتخب الوطني الجزائري كما تشاهدون، صرحوا قائلين قائمة الهدافين العرب المعاصرين على الصعيد الدولي، علي مبخوت يتصدر القائمة، صلاح يدون اسمه في تاريخ الفراعنة، أما سليماني فمحارب لا يخطئ الهدف برصيد 41 هدف يعني في مسيرته الدولية. كان هذا فيديو اليوم أعزائي الكرام، خبرونا رأيكم في صندوق التعليقات ودمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.